شرف الاحتفال الان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يأتي احتفال هيئة الشرطة اليوم ترجمة واقعية لجهود صفوة من شباب مصر المخلصين الذين يتأهبون للمساهمة في بسط ظلال الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد. ويزيد من قدر هذا اليوم أن كلله تشريف سيادة الرئيس وسط أبنائه المخلصين قامة وطنية وقيمة إنسانية. فمرحبا بك يا سيادة الرئيس، مجددا لآمال مصر وطموحاتها، رافعا لعلم مصر وقدرها في مشرق الدنيا وغربها. الحفل الكريم، نستهل احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء محمد عبد الله الشربيني مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يوما عظيما ولحظات فريدة تلك التي تسعد فيها أكاديمية الشرطة بتشريف سيادتكم وكريم رعايتكم لتخريج دفعة جديدة من شباب هذا الوطن. وكلمة حق تحمل كل الحب لقائد صادق سطر بشجاعته وصموده واستجابته لنبض الشعب، ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب مصرنا الغالية. الجمع الكريم، اسمحوا لي ان ارد الفضل لاصحابي، وأنا أتوجه بتحية تقدير لقائد مسيرة الأمن السيد الفاضل مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. الذي أثبت أن أجهزة الشرطة تمارس مهامها في ظل مبدأ سيادة القانون وتتوافق مع خطط الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن رجال الشرطة ملتزمون في إنجاز رسالتهم بمبدأ الشفافية، ذاتهم العزم والهمة ومحركهم الشرف والذمة. السادة الحضور، ستظل مسيرة أكاديمية الشرطة بعون من الله قابضة على تطلعات المستقبل، عازمة على تحقيق الأمال. لديها عقيدة راسخة بأن حماية حاضر الوطن ومستقبله أمانة تحتاج رجال لديهم صلابة العزم والإرادة ورصيد من الخبرات لتحقيق الأعمال. من هذا المنطلق جاء التخطيط الاستراتيجي لمستقبل منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي بالأكاديمية، مستهدفا تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري الأمني وتأهيل لمواجهة التداعيات الأمنية من خلال توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية وإعداد بيئة تدريبية تتوافر لها كافة مقومات التميز. كما تسعى الأكاديمية للحصول على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لمنظومة التعليم والتدريب، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. السادة الحضور، إدراكا لأهمية وقيمة العمل المشترك كأحد ثوابت السياسة الأمنية المعاصرة، أتوجه بتحية تقدير وعرفان
لقواتنا المسلحة الباسلة. عارين الأبطال ومهد التضحيات ولكافة الكليات العسكرية التي يجمعها مع أكاديمية الشرطة تلاحم فريد تمثل في مشاركة عدد من طلبة الكلية الحربية لاحتفالنا اليوم. كما أتوجه بتحية تقدير لكافة أجهزة الدولة التي قدمت كل العون للأكاديمية دعما لمسيرتها، وفي مقدمتها وزارات الدولة والجامعات والمراكز البحثية والأجهزة الإعلامية والشبابية والرياضية. وكل الشكر والتقدير للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية وفريق العمل بأكاديمية الشرطة من قيادات وضباط وأفراد وعاملين مدنيين ومجندين على جهودهم المتواصلة في سبيل تحقيق جودة منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي بكليات ومعاهد أكاديمية الشرطة المصرية. السادة الحضور، هذا يوم الخريجين، يوم حصاد ثمار الجهود المخلصة، حيث نحتفل اليوم بتخريج 1537 طالبا من كلية الشرطة، من بينهم 76 طالبا وافدا من الدول العربية الشقيقة وهي دول جزر القمر وفلسطين وقطر بنسبة نجاح بلغت 96.9%، وعدد 137 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بالكلية بنسبة نجاح بلغت 97.8%، وعدد 141 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 10 ضباط من الدول العربية الشقيقة الكويت وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 80.14%، وكذا عدد 809 ضابطا أفريقيا من خريج المركز الأفريقي لبحوث ودراسات منع الجريمة يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد 223 ضابطا يمثلون عدد 10 دول من خريج مركز الدراسات الأمنية والتدريبية لدول الكومنولث بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. أبناء الخريجون، اليوم تبدأ مسيرتكم في إطار منظومة شاملة للعمل الأمني الهادف لحماية أمن المواطن واستقرار الوطن. أصبحتم الآن بشرى لمستقبل آمن لوطنكم، فاجعلوا ذاتكم حب الوطن واستمدوا قوتكم من قوة الحق. رسالتكم هي إنفاذ القانون وحماية المواطنين، وهدفكم كسب ثقة الشعب، وسبيلكم احترام حقوق المواطنة. تثق الأكاديمية في وفائكم للقسم واحتفاظكم بمعاني العرفان والولاء وإيمانكم بقيم التضحية والفداء. السيد رئيس الجمهورية، أتوجه في ختام كلمتي بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يوفق مسيرة الوطن لمزيد من الاستقرار والتنمية خلف قيادتكم الحكيمة، ولتبقى مصر بلدا للأمان بين الأوطان ونفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد. حفظكم الله وسدد خطاكم وحفظكم لمصر وحفظ مصر بكم، إنه سميع عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية، تتمثل الهدية في مجسم لما يعتلي رأس الخريج وكتفيه، نجمة الملازم والكاب، وهما أفضل ما يمكن أن يهديه الخريجون للأب والقائد والزعيم.
يقدمون الهدف الذي طالما سعوا الى تحقيقه طوال سنوات الدراسة. ايها الحفل الكريم، تصطف في ساحة العرض الان كوكبة من طلبة السنة الاولى ينسجون باجسادهم وارواحهم التي وهبوها لله ثم الوطن لوحات بشرية تجسد الموهبة والاقتدار في التعامل مع السلاح. مع العرض الخاص
هتفوا من اعماقهم ما تنبض به قلوبهم وسطروه باجسادهم. مصر قوية. وصيت بالخير، وصيت بالسلام، وصيت بالامن، وصيت بالتعميم، وصيت بالتنمية، وصيت بالاستقرار. ما وصيتش بالترويع ولا التخريب ولا التدمير ولا القتل ولا الإيذاء ولا الشر ولا سعيت له. فبقول لكل اللي بيسمعني في كل حتة، خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم. تحيا مصر. ضيوفنا الاعزاء، والان مع فنون رياضات اللياقة البدنية العالية وتقوية وبناء العضلات، مع عرض الدراجات الهوائية، نحن الان امام صورة مشرفة من صور التدريب الرياضي الذي استحدثته كلية الشرطة، حيث يقوم الطلبة الآن بأداء تشكيلات رياضية متداخلة في تعبير واضح وتجسيد هائل لمدى التلاحم بين كافة أفراد الشعب. عن ابتهاج طلبة السنة الثالثة بيوم تخرج زملائهم من السنة الرابعة، نشاهد الآن لوحة جميلة يجسدها الطلبة تمثل نجمة رتبة الملازم، وهي أغلى ما يمكن أن يهديه طلبة السنة الثالثة لزملائهم الخريجين. يؤكدون أن الجميع على قلب رجل واحد، وأن احتفال اليوم هو نتاج جهد.
نحن الآن أمام مشهد يعكس مدى مهارة الطلبة الفائقة في التشكيلات الرياضية، حيث يشكلون شعاع الشمس في دلالة واضحة على أنهم عاقدين العزم بغد مشرق لوطنهم الغالي مصر، تسطع فيه شمس الأمن والحرية على مختلف أرجاء الوطن. إنه شعاع يشرق على أرض الوطن، ينير أراضي وينشر الخير ويحميه. وها هي مجموعة من طلبة السنة الثالثة والتي اختارت الانضمام إلى هذا الصرح الوطني العملاق، مصنع الأبطال من حماة أمن الوطن والمواطن، يؤدون تشكيلا جماعيا راقيا ومتميزا، حيث يكونون علم مصر بأجسادهم. عش كريما وعزيزا موطني، وارفع الرايات فوق القمم، إنني أقسمت ألا تنحني أو تعيش الضيم بين الأمم، فسأفديك بروحي طائعا وسأبقى رافعا للعلم. ضيوفنا الكرام، مع عرض المهارات القتالية والدفاع عن النفس من عمق ساحة العرض، تتقدم كوكبة من طلبة السنة الثانية، ترونهم قادمين نحونا بهامات مرفوعة وثقة موفورة، لأقدامهم وأصواتهم وقع متناسق يهز ساحة العرض، يرددون شعار شرطة فداء مصر. نشاهد الآن في خلفية المشهد دفعات هبوط الطلبة بالحبال بأوضاع النزول المختلفة كالدودة والفراشة والهرمز، بينما يبدأ العرض الأرضي بأداء مجموعة من تدريبات اللياقة البدنية وقوة التحمل. يقوم الطلاب يمين ويسار الشباك المواجهة بالعبور من منطقة عالية إلى منطقة مرتفعة أخرى باستخدام كبر الحبال. نشاهد الآن من يمين ويسار المنصة قيام الطلاب بأداء مجموعة من الضربات والصدات باستخدام المنشاك والسيف أثناء التحركات في الميدان وأثناء الثبات. يوضح الطلبة قدراتهم العالية ومهاراتهم الفائقة في فنون استخدام العصا، حيث توفر هذه المهارات لرجال الشرطة كل ما يحتاجونه من أدوات الردع المناسبة لمواجهة الخارجين عن القانون. وتستمر موجات هبوط الطلبة بالحبال بأشكال مختلفة. يؤدي الطلبة الآن مجموعة من أساسيات تعليم رياضة الكاراتيه التي تؤهلهم للحصول على الأحزمة المختلفة في رياضة الكاراتيه.
نشاهد الآن المستوى المتميز للطلبة أثناء استخدام الحبال في مواجهة المنصة. القتال المتلاحم، يهدف القتال المتلاحم والذي يعرف بالقتال المتفق عليه تعليم طلبة كلية الشرطة تحديد المسافة وطريقة مفادات الخصم والهجوم المضاد أثناء الامتحان مع الخارجين عن القانون. يؤدي الطلبة مجموعات من الضربات والرميات والدفاعات لرياضات الاشتباك والدفاع عن النفس بشكل إيقاعي متناسق للتغلب على الخصم. نشاهد الآن مجموعة من طلبة الكلية الحاصلين على الأحزمة المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس لتجسيد صورة حية لفن الاشتباك الحر والقتال المتلاحم في مواجهة الأشقياء. أداء جماعي متميز يتطلب مستوى عاليا من التدريب. نرى الآن كيفية قيام مجموعات الطلبة القتالية أثناء نزولهم السريع من مركبات الشرطة المختلفة استعدادا لإظهار العديد من التدريبات الميدانية المتطورة واحتلال المواقع خلف السواتر والاقتراب الخفي المستور باستخدام الهيئات الأرضية المتاحة في الميدان. وسوف تقوم مجموعات الطلبة القتالية باستعراض أوضاع الرماية أثناء العمليات بإشارات ميدانية متفق عليها يصدرها قائد المجموعة. أوضاع التعامل المختلفة. أوضاع التعامل مع التأمين في آن واحد. مراقبة الأهداف. التعامل في كل الاتجاهات في وقت واحد. التعامل السريع. يسطر الطلبة بأجسادهم على الشباك يمين المنصة كلمة كلية الشرطة، بينما يشكل الطلبة بأجسادهم يسار المنصة كلمة شرطة الشعب. تتحرك الآن مجموعات القطع والعزل والمحاصرة لاتخاذ أماكنها خلف السواتر المختلفة. كما نشاهد طريقة تحرك مجموعات الاقتحام. ما نشاهده الآن من طريقة متقنة لاقتحام الأوكار والأماكن بطرق مختلفة وفقا للمعلومات الأمنية المتوافرة عن كل مكان هو بعض مما يتلقاه طلبة الكلية من تدريبات خلال سنوات دراستهم بالكلية. يشار في هذا المقام إلى أن الكلية قد أوشكت على الانتهاء من إنشاء القرية التكتيكية للعمليات الشرطية التي تحاكي الأجواء المهنية التي تواجه ضابط الشرطة خلال عمله لتضييق الفجوة بين التدريب وبين الواقع العملي وتنمية مهارات التعامل مع العمليات الأمنية. نشاهد الآن كيفية الارتداد المؤمن للقوات بعد التمشيط والتطهير والتفتيش الفني والأمني.
إنعاما كاملا من التدريب والتعليم والتحصيل، لكفيل بخلق سلوك منضبط وبث للروح المعنوية العالية واكتساب للقوة الجسمانية. يتم تجميع المجموعة القتالية في منتصف أرض العروض، حيث قاموا بترديد شعار المجموعة القتالية بخطوات قوية وثابتة. نشاهد من يمين ساحة العرض الآن فريق طلبة كلية الشرطة للكفاءة البدنية والقتالية ليقوموا بعرض بعض نماذج من فنون رياضات القوة والمهارات العالية والتي تفيد في المواقف التي يمكن أن تصادف رجل الشرطة أثناء أداء عمله. يشار في هذا المقام إلى أن طالب كلية الشرطة يخضع إلى برنامج متكامل على مستوى سنوات دراسته بالكلية للتدريب على الأساليب الأساسية والمتقدمة للتفاعل والمواجهة لإنفاذ القانون، ومنها التدرج في استخدام القوة بداية من الاتصال الشفوي ووصولا إلى المواجهة الأمنية المسلحة. نشاهد من يمين ويسار المنصة تحركات لبعض الطلاب تدل على جلدهم وقوتهم البدنية العالية، حيث نلاحظ قيام الطلاب بسحب سياراتهم معتمدين على قوتهم البدنية، وتفيد هذه التدريبات الطلبة فهي تعد أحد وسائل إخلاء السيارة من مكان العمليات حال تعطلها. يشار إلى أن جميع الذين يتولون عمليات الإنزال بالحبال الآن في مواجهة المنصة هم طلبة كلية الشرطة، ولا يوجد تدخل من جانب الضباط، وهؤلاء الطلبة قد تدربوا تدريبا احترافيا متقنا على أداء هذه الأعمال. سوف تقوم مجموعة من طلبة السنوات الدراسية الأربع الآن بأداء العديد من تمرينات اللياقة البدنية التي تهدف إلى تقوية الذراعين. تستهدف هذه التدريبات الارتقاء بالمستوى التكويني لطلبة كلية الشرطة واكسابهم القوة واللياقة البدنية العالية وسرعة المواجهة. شباب لا يخشى الصعاب، حماس ورجولة، عزيمة وإرادة. إنه التدريب المستمر والمتواصل الذي يكسب رجل الشرطة كفاءات عالية وقدرات متميزة لأداء الواجب وإنقاذ الأرواح المواطنين عند الشدائد وفي أقصى ساعات المحن. تعتمد مهارات عمليات الشرطة على قوة الذراعين والتركيز الشديد الذي يفيد في سرعة تنفيذ المهمة بكفاءة ونجاح. إنه الإيمان بالله وبالوطن وبقدسية رسالة حماية أرواح المواطنين كواجب مقدس يبذل في سبيله كل غال ونفيس. نشاهد الطلاب الآن حال قيامهم بتفادي أحد الموانع أثناء ارتكازهم على أيديهم. وفي مظهر آخر يدل على قوة التحمل نشاهد قيام طالبين
بالعدو من أعلى أجساد زملائهم، وهي إحدى التدريبات التي تعمل على زيادة قوة التحمل. هذه التدريبات هي تدريبات أساسية متوالية ومستمرة. نرى الآن من يمين المنصة محاولات تمثل قيام الأشقياء بإصابة رجال الشرطة بالدراجات النارية، إلا أن رجال الشرطة يتفادون محاولة الإصابة بالسقطات الهوائية. السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الصعوبة. تستخدم الطلبة الآن قدراتهم في القفز وتخطي الموانع، فيما نشاهد الآن من قيامهم باجتيازهم للسيارات والموانع المتحركة. بينما نشاهد في خلفية المشهد عدة تشكيلات لاستخدام الحبال أثناء الاقتحامات، من تشكيل الحصار المعلق والحصار الطائر وتأمين الدفاع الدائري وتشكيلات العنكبوت. تتابع أبناءكم الطلبة الآن على الشباك أثناء قيامهم بمهارات الحصار المعلق، وهو تدريب مستحدث عالمي يستخدم فيه الطلبة أساليب فنية متقدمة تمكنهم من أداء مهام الحصار والتغطية والاقتحام بمهارة وإتقان. تقوم مجموعات من الطلبة بالسقطات الهوائية بشجاعة وجسارة تبرهن على كفاءتهم التدريبية وقدرتهم على تخطي ومجابهة المواقف الخطرة والتحديات الأمنية. نشاهد الآن بيانا عمليا يظهر مدى قدرة الطلبة على تخطي واجتياز الموانع الطبيعية عن طريق استخدام رياضة الباركور الفرنسية المستحدثة منذ 3 سنوات بكلية الشرطة. وتستخدم السقطات الهوائية المتقدمة في اجتياز الموانع الممتدة. إنهم حقا رجال كلية الشرطة، دقة في الأداء وتوافق عضلي عصبي متناغم، كفاءة تدريبية امتزجت بروح الشجاعة والبزالة، برأة وفدائية، إقدام وجسارة، تحد للصعاب. يؤدي الطلبة مجموعة من القفزات الرياضية التي تدل على قوة التحمل والقدرة البدنية الفائقة. قدرة عالية على المواجهة وسرعة التفكير والتصرف للخروج من الأزمات المفاجئة والتغلب على الأخطار اللحظية الطارئة. سوف نشاهد من يسار المنصة أحد الطلاب من السنة الدراسية الثانية أثناء اجتيازه الموانع من أعلى أجساد الطلبة بالدراجة النارية. يسطر الطلبة بأجسادهم على الشباك المواجهة يمين المنصة كلمة الله أكبر، بينما يشكل الطلبة على الشباك يسار المنصة كلمة تحيا مصر. القفز من أعلى مانع مرتفع يمثله طالبين. القفز من أعلى مانع ممتد يمثله 4 طلاب. القفز من أعلى مانع ممتد يمثله 8 طلاب.
عشرة طلاب. اثنتا عشر طالبا. أربعة عشر طالبا. القفز من أعلى مانع ممتد يمثله ستة عشر طالبا. تعود هذه التمرينات والتدريبات طلبة الكلية على الشجاعة والإقدام على عبور الموانع، وتنمي لديهم القدرة العضلية وقوة التحمل والشجاعة. وفي ترجمة واقعية لتطبيقات برامج التدريبات القتالية لطلبة الكلية، ترون أمام حضراتكم الآن أحد السيناريوهات التدريبية التي تحاكي اعتداء مجموعة إرهابية لعدد من النقاط الأمنية والأكمنة ومجمع خدمات المواطنين في توقيت متزامن، حيث تظهر مجموعات الاعتداء المتمثلة في عدد من سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية التي تهاجم مجموعة من النقاط الأمنية في وقت واحد وعلى ثلاثة محاور، حيث تتصدى لها المجموعات الأمنية المكونة من طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية والمدعومة بعدد من الآليات والمدرعات، حيث يعتمد صد الهجوم على تكتيك تدريبي تم التدريب عليه أثناء التدريب المشترك بين كلية الشرطة والكلية الحربية، يتمثل في صد الموجة الأولى للاعتداء بالتزامن مع تطويق منسق للقوات لعناصر الاعتداء، حيث تتولى المجموعات الأمنية القيام بهجوم مضاد على مجموعات الاعتداء تحت غطاء الحصار المحكم لطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة. تم إعداد هؤلاء الطلبة وتأهيلهم ليكونوا في خدمة الشعب المصري العظيم، وإن ما تم إنجازه في العامين الماضيين لا يؤكد أنهم قادرون على تخطي الأزمات والصعاب. تنتهي المواجهة بالسيطرة على مجموعات الاعتداء والقبض عليهم واقتيادهم لجهات التحقيق. إنما قامت به وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية من ضبط لمجموعات هائلة من الأسلحة وإحباط الكثير من الجرائم والقبض على العديد من الجناة، لا يؤكد وبحق التدريب الراقي الذي يتلقاه طلبة كلية الشرطة خلال سنوات دراستهم بالكلية. الحفل الكريم تطل علينا في مواجهة المنصة الآن صورة القائد والزعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم لمصر يا سيادة الرئيس، وأن تبقى مصر واحة وارفة يظللها الأمن والأمان والاستقرار والنماء. الحفل الكريم مع التميز في الأداء الدقة والإتقان، مع عرض الدراجات النارية. Thank you.
تحديد الدراجات النارية، وهم يجسدون تشكيلا لعين الشرطة الساهرة على أمن مصر في صورة رائعة تعبر عما يختلف في صدورهم من عزم أكيد على استخدام هذه القدرات في الدفاع عن أمن مصر. سوف يؤدي الطلبة الآن تشكيلا يوحي برأس السهم الذي يستعد للانطلاق إلى ممارسة العمل الشرطي وحمل رسالة الأمن والأمان. وتكتمل الصورة بوضوحنا الآن ونحن نشاهد قائد الدراجات النارية من طلبة كلية الشرطة. يتوسطهم صورة القائد والزعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعبرون عما تفيض به نفوسهم وقلوبهم حبا وعرفانا وفخرا وإجلالا. ضيوفنا الكرام، تعد الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أقدم الجهات التي قامت بتدريب واستخدام الكلاب في مصر والشرق الأوسط، حيث أنشئت عام 1932، وقد ساهمت بخبرة ضباطها ومدربيها في تدريب وإنشاء وحدات للكلاب البوليسية في كثير من الدول العربية والإفريقية.
ويعتمد تدريب الكلاب على تنمية وثقل حاسة الشم القوية لدى الكلب في كشف غموض الجرائم. عروض الكلاب البوليسية. اولا كلاب الكوارث. يتم الاستعانة بكلاب الانقاذ في البحث عن المفقودين تحت انقاض المنشآت المنهارة. ونشاهد الان نموذجا لمحتويات عقار منهار به العديد من الاماكن الضيقة، حيث يقوم احد الطلاب من السنة الثالثة باستخدام الكلب المدرب في البحث عن المفقودين. وكما نشاهد فقد نجح الكلب في اكتشاف وتحديد مكان احد المفقودين. يعتمد تدريب الكلاب على تنمية حاسة الشم القوية لدى الكلب في كشف العديد من الجرائم. يتم الاستعانة بخبرات الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة على المستوى المحلي والدولي لما تتميز به من خبرة طويلة وكفاءة لا تبار في هذا المجال. ثانيا كلاب البحث عن المواد المخدرة. نرى من يمين ويسار المنصة كلبين من كلاب البحث عن المواد المخدرة يقومان بتمشيط أرض زراعية بحثا عن آية مواد مخدرة تم إخفاؤها في هذا المكان. ينجح أحد الكلبين في تحديد مكان المواد المخدرة، ويساعدان الكلبان مدربيهما الآن في حفر مكان المخبأ لاستخراج المخدرات المخبأة تحت الأرض، وهي عبارة عن مادة الحشيش. يعتمد استخدام الكلاب على قوة وكفاءة الخلايا الشمية لدى الكلب، والذي يتم صقلها بالتدريبات الفنية المختلفة وفق أسس ونظريات علمية. وإيمانا من وزارة الداخلية بدورها الحيوي في تنمية الصادرات المصرية لجميع دول العالم، تقوم الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بدور هام في تأمين المطارات والموانئ باعتبار الكلاب البوليسية إحدى الحلقات الأمنية الرئيسية. نشاهد الآن نموذجا لطريقة فحص الكلاب البوليسية لحاويات بأحد المطارات وبها أحد الشحنات المزمع تصديرها جوا. ينجح الكلب في تحديد مكان عبوة مزروعة بأحد الصناديق التي تم شحنها. قام بتنفيذ هذا البيان ضابطان حديث التخرج تميزا في تدريب الكلاب البوليسية أثناء دراستهما بالكلية. وتساهم الكلاب البوليسية في تضييق الخناق على استخدام المواد المفرقعة في الحوادث الإرهابية، حيث نرى الكلاب الآن وهي تقوم بفحص وتفتيش جميع أجزاء السيارة للتأكد من خلوها من المواد المفرقعة. وكما شاهدنا فقد نجح الكلب في العثور على عبوة ناسفة تم إلصاقها أسفل إحدى السيارات. رابعا كلاب الحراسة. نشاهد الآن قيام الكلاب البوليسية بأداء بعض من المهارات الخاصة التي يتم التدريب عليها للمساعدة في أعمال الحراسة والتأمين، حيث يقوم الكلب البوليسي بصد هجوم من بعض طلبة السنة الثانية باعتبارهم مجموعة من الأشخاص المشاغبين والتعامل معهم والسيطرة عليهم. نشاهد من يمين المنصة محاولة لفرار أحد الأشقياء باستخدام الدراجة النارية، إلا أن الكلب البوليسي المدرب يقوم بإفشال المحاولة عن طريق مطاردته وإسقاطه من أعلى الدراجة والقبض والسيطرة عليه.
الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. صدق رسول الله، مع رياضة الشجاعة والاقدام، الصبر والمثابرة، مع عروض الخيالة. رياضة الفروسية وقفز السدود، وهي احدى الرياضات العربية الاصيلة التي ترسخ صفاتا وشيما عظيمة لدى الفارس. وسوف يحاول الفرسان القفز على سدود بارتفاعات مختلفة وبطريقة متتابعة. السدود الان بارتفاع متر، نشاهد الفارس من طلبة السنة الثالثة اثناء اجتياز السدود الان بارتفاع متر. قدرة فائقة وسيطرة كاملة للفارس على جواده. محاولة زوجية للفارسين من طلبة السنة الثالثة والثانية لعبور السدود واجتياز الحواجز بارتفاع 120 سنتيمتر. وفي إطار تدعيم العلاقة مع الشباب والعمل على بناء قاعدة علاقات طيبة وقوية كأساس للتقدير والاحترام، يتجه الفارس من شباب جامعة عين شمس لاجتياز السدود بارتفاع 125 سنتيمتر. القفز مقدرة من الفارس وطاعة من الفرس. يتجه الفارس من طلبة السنة الثانية لاجتياز السدود بارتفاع 130 سنتيمتر. إن موازنة جسم الفارس فوق ظهر الجواد أثناء عملية القفز أمر يجدر العناية به. والقفز من أعلى السدود هو قمة فن الفروسية. نشاهد الآن مدى التوافق والتناغم الواضح بين الفارس والجواد في محاولة الفارس من ضباط كلية الشرطة للقفز وعبور السدود. القفز من اعلى السدود لا يمكن ان يكون الا بتوجيه باقتدار من الفارس وانطلاقة بلا تردد من الجواد. يتجه الفارس من ضباط كلية الشرطة للقفز وعبور السدود بارتفاع 140 سنتيمتر. رياضة الكلة. تعد رياضة الكلة احدى الرياضات العربية العريقة وأبرز ألعاب الفروسية التي تميز بها الفرسان العرب منذ عقود، كما عرفتها مصر منذ أعوام طويلة. وهي رياضة مليئة بالكثير من عناصر الطموح والتحدي. يبدأ العرض ببيان يوضح مدى التوافق والتناغم بين الفارس والجواد في محاولة الفارس إصابة الهدف باستخدام السيف. المطلوب من الفارس مجرد ملامسة الهدف. يقوم الفارس بمحاولة طعن الهدف باستخدام الرمح. تقدم الفارسة من ضابطات كلية الشرطة على إصابة هدف أرضي باستخدام الرمح. المطلوب من الفارس مجرد ملامسة الهدف. سيقوم الفارس الآن بالتقاط وإصابة الأهداف ثم السيف. وفي محاولة زوجية يسعى الفارسان لالتقاط هدفين من يسار المنصة باستخدام الرمح. وفي تشكيل ثلاثي متداخل من يمين ويسار المنصة يتقدم الفرسان نحو الأهداف لإصابتها بالسيف. إنها رياضة تحتاج إلى اللياقة والشجاعة والمرونة. وفي تشكيل ثلاثي آخر من يسار المنصة يتقدم الفرسان نحو الأهداف لطعنها بالرمح.
يبين ذلك مدى ما وصل إليه التدريب المتقن للفرسان. ينقض الفرسان الأربعة لالتقاط الأهداف باستخدام الرمح من يسار المنصة. من الجدير بالذكر أن رياضة الكلة تقام لها بطولات رسمية على مستوى العالم، حيث نالت مصر شرف استضافة بطولة كأس العالم الثانية لرياضة الكلة. وفي تشكيل متوازن، قطار رباعي من يسار المنصة وقطار رباعي من يمين المنصة، يقوم الفرسان بإصابة الأهداف باستخدام الرمح. سيقوم الفرسان الآن بالتقاط وإصابة الأهداف، وهي عبارة عن حلقة دائرية عالية ملونة مثبتة أعلى القائم يعقبها إصابة هدف أرضي. نالت مصر شرف استضافة بطولة كأس العالم الثانية لرياضة الكلة، وشارك بالبطولة العديد من منتخبات ودول العالم بالإضافة إلى مصر. يقبض المدرب على الهدف بيده اليمنى، حيث يقوم الفارس بمحاولة إصابة الهدف ثم إصابة هدف أرضي. محاولة أخرى لإصابة هدفين عبارة عن حلقتين من يد المدرب ثم إصابة هدف أرضي. تتم محاولة إصابة الهدف الآن، والمدرب كله ثقة تامة في الفارس، حيث ينقض الفارس لإصابة الهدف من خلف ظهر المدرب. تتم المحاولة الثانية بانقضاض الفارس على الهدف أثناء مواجهة الفارس للمدرب. محاولة إصابة الفارس للهدف أثناء ارتكاز المدرب بركبته اليسرى على الهدف. ولشدة ثقة المدرب في الفارس، يقوم الفارس بإصابة الهدف أثناء ارتكاز المدرب على الهدف بكلتا ركبتيه. تتطلب رياضات الخيل إقامة علاقة تفاهم قوية بين الفارس والجواد، وعلى الرغم من صعوبة التحكم في الجياد عند رؤيتها للنيران، سوف نرى محاولة يسعى الفارس فيها لالتقاط هدف مشتعل. نجحت المحاولة بالرغم من خشية الخيل من مواجهة النيران. سنشاهد الآن مدى براعة الفرسان وثقتهم العالية بالنفس وشجاعتهم المتمثلة في قيام الفارس بالتقاط هدف عبارة عن منديل من على الأرض بيده الخالية. يستغرق إعداد الجياد للسير بهذه الخطوات المنتظمة وعدم التردد عند إصابة الأهداف إلى تدريب الجواد لفترات زمنية تمتد إلى 3 سنوات. وتعتمد رياضة الكلة على مهارة استخدام السيف أو الرمح أثناء عدو الجواد لإصابة عدد من الأهداف على الأرض وعلى قوائم في ارتفاعات مختلفة. محاولة الفرسان لإصابة الأهداف بالرمح بطريقة متتابعة. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. تعتمد رياضة الكلة على التقاط الأوتاد بالرمح أو السيف من فوق ظهر الخيل،
وتبرز فيها مهارات الطعن بالسيف لإصابة الأهداف طبقا للمهام المحددة. وهذه المهارة تتطلب اندفاع الفارس بجواده بسرعة كبيرة لتحقيق زمام المبادئة والمباغتة، مع حرص الفارس على تفادي الإصابة المعادية أثناء تنفيذ مهمته. وتهتم كلية الشرطة بتدريب طلابها على ركوب الخيل، حيث قامت الكلية بتطوير ميادين الفروسية، وأصبحت تمتلك أكبر ملعب لرياضات الخيل والفروسية في مصر والشرق الأوسط. العرض العام. يتقدم اولا من يسار المنصة كوكبة من فرسان كلية الشرطة، تناسق في اداء الحركات، سيطرة كاملة للفرسان على الجياد، شجاعة واقدام، مهارة عالية. والهدف من تعليم طلبة كلية الشرطة ركوب الخيل والتعامل معها هو اكتساب صفة الفارس بكل ما تحمله من مقومات الشجاعة والإقدام والتضحية والثقة بالنفس والعزة والكرامة، وهي صفات لازمة لرجل الشرطة في عصرنا الحالي. والفروسية في حد ذاتها تملأ نفس الفارس إحساسا بتملكه لذاته كتملكه لزمام جواده. وقد اشتهر الفارس على مر العصور بالمروءة والنبل وكرم النفس، ولطالما تفاخر الفرسان بأنفسهم وبخيولهم. وتشير هذه الكوكبة في طريقة ركوبهم الخيل إلى المستوى المتميز الذي أمكن تحقيقه. نشاهد الآن مجموعة رمزية من طلبة كلية الشرطة راكب الدراجات الهوائية، وتسعى الكلية على تدريب جميع طلبتها على قيادة الدراجات الهوائية، حيث تعمل على الوقاية من الإصابة وطرد الطاقة السلبية وتنشيط الطاقة الإيجابية بالجسم. وقد سجلت لعبة سباق الدراجات الهوائية ضمن الألعاب الأولمبية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الخدمة المرورية، يتقدم العرض كوكبة من قائد الدراجات النارية التي تستخدم كارتكازات أمنية وتأمين الطرق وتنظيم حركة المرور في محافظات مصر، وبها العديد من الإمكانيات الحديثة والمتطورة التي تفيد في أماكن الحوادث لحين وصول الجهات المختصة، حيث تمكن قائدها من سرعة الانتقال والقدرة على المناورة والمطاردة والسير في الأماكن الضيقة. وتتميز الدراجات النارية بالقدرة العالية على المناورة والسرعة وخفة الحركة. يستعد للمرور من أمام المنصة الآن بعض من سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في تدريب طلبة الكلية. فنشاهد الآن المدرعات البنسيرة وناقلات الجنود الميتزرينو المدرعة ضد الطلقات، ومدرعات الشربة من تراز لايت سكاوت، وفخر الصناعة المصرية المدرعة الفهد. وقد عززت الشرطة قواتها بأحدث المعدات والمركبات لبث حالة الطمأنينة في نفوس مواطنيها، والتأكيد على قدرة رجال الشرطة على ضبط إيقاع الأمن وفرض معالمه في كل ربوع مصر. مع العرض العسكري للخريجين الجدد. السادة أولياء أمور الخريجين، 4 أعوام مضت
وكأنها ساعة من نهار منذ أن وطأت أقدام أبنائكم أرض هذا الصرح الغالي، ولا طالما تطلعتم لمثل هذا اليوم الموعود وكلكم مرتقب ليوم تخرجهم هذا، وقد حانت الآن لحظة جني الثمار، فلا شك أنكم طواقون لرؤية أبنائكم الذين بشروا بأن أعينهم لن تمسها النار، لأنهم أصبحوا وأمسوا وباتوا يحرسون في سبيل الله. 4 أعوام مرت امتزج فيهم الجهد والعرق من الأبناء بآمال الآباء المعقودة عليهم ليروا بأعينهم أبناءهم في هذا المشهد العظيم. إنهم أبطال يمشون بيننا مستعدون وجاهزون اليوم للانضمام لزملائهم في شتى أنحاء الوطن للزود بأرواحهم عن بلادهم واستكمال مسيرة الشهداء. ضيوفنا الكرام، تزدان ساحة الاستعراض الآن بصفوة شباب الأمة من الخريجين في موكب عظيم وأخاذ لهؤلاء الأبناء الذين تفيض نفوسهم وقلوبهم حبا لمصر وعرفانا وفخرا وإجلالا، فقد تم تدريبهم بإشراف ضباط أكفاء، وقد تم إعدادهم بدنيا خلال آلاف الساعات التدريبية. إن أبناءكم الخريجين الجدد هم صفوة شباب الأمة الذين اختاروا أقدس الرسالات وأشرف الأعمال وأطهرها لتكون طريق عمل ونهج حياة، يردون بها دينهم لوطنهم، فاستحقوا منا الإعزاز والتقدير. إنهم شباب مصر أمل الحاضر والمستقبل الذين عاهدوا الله بأرواحهم ودمائهم أن يتحملوا الأمانة ويوفوا بالرسالة ليؤدوا واجبهم الوطني المقدس في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها. فلا شك أن التضحية والفداء وروح التعاون والانضباط لا تورث، وإنما هي قيم ومبادئ تهون من أجلها الحياة ويتم تعلمها وغرسها هنا في كلية الشرطة منارة الانضباط والمشروعية. يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج. أنا يا فندم كلية الشرطة أستأذن في يستر الطلبة بأجسادهم على الشباك بالمواجهة يمين المنصة كلمة كلية الشرطة، بينما يشكل الطلبة على الشباك يسار المنصة كلمة دفعة 2016. كلية الشرطة نستعد للمرور بالخطوة المعتادة في هيئة الاستعراض. فاضل 10 خطوات بين المجموعات. ارمين دول.
يتقدم الخريجين الجدد كوكبة من أبنائكم حملة الأعلام، رافعي جبين الوطن بأيد تعرف كيف تحمل المهام الكسام، وقلوب ملؤها الإحساس بقيمة ما يحملون، ويقين بأن العلم رمز لكيان الوطن، وأن كرامة بلده مرهونة ببقاء علمها مرفوعا على نواصي أبنائها. ها هو علم مصر الحبيبة يرفرف متمايلا مع نسمات جوها الخلاب، يتقدم سائر الأعلام فتخفق معه القلوب وتتابعه العيون مزهوة بالسواعد القوية التي تحمله. وتظهر في الأفق الآن أعلام الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي يتخرج طلابها من الأكاديمية هذا العام: جزر القمر، فلسطين، قطر، حاملين على جباههم علامات من حضارة مصر العظيمة، لتؤكد للجميع أن قلب مصر الكبير يتسع لكل الأشقاء والأصدقاء، ويتوسط علمي أكاديمية وكلية الشرطة علم الكلية الحربية كتوسط القلب في الجسد، متبعا في خطاه علم البلاد المحفوظ في قلوبنا، ومن خلفهم أعلام كتائب الطلبة بكلية الشرطة. من خلف حملة الأعلام يطل علينا الآن فريق مميز من شباب مصر وشاباتها، عشقوا دراسة الطب والهندسة والعلوم المختلفة، ثم طاقت أنفسهم إلى حياة الانضباط الشرطي. يمر من يسار المنصة الآن شباب مصر الأبطال من رجال الكلية الحربية في مشهد يعجز عن وصفه البيان، فهو يجمع بين رجالات أمن مصر طلبة كلية الشرطة وبين أخوتهم أسود الكلية الحربية. إن الشرطة والقوات المسلحة روح واحدة في جسدين، فهما درع مصر وسيفها، وروح مصر وأملها في السمو والعلا. Thank you.
فلتحيا مصر كريمة بأبنائها، عزيزة برجالاتها، فهي لمن حولها قائدة في ود، رائدة في محبة، داعمة للصديق، قاهرة محبطة للعدو. ها هم ابناؤكم يغدون امامكم في حللهم العسكرية الرائعة، لهم هامات ترتفع في ايباء وشمم، وقلوب تمتلئ بالايمان، ونفوس تربت على مكارم الاخلاق. يتواجد الان بساحة العرض ابناؤكم من الخريجين الجدد، يمضون جنبا الى جنب وقد تلاقت السواعد وتشابكت العزائم في مشهد مهيب يبعث في القلوب املا مشرقا في هذا الجيل الشرطي الواعد. ها هم طلائع الامن من الخريجين الجدد، سلاحهم العزم والإيمان، وزادهم العلم والمعرفة، وما أسعد رجال الشرطة في مصر وهم يرون أن معهدهم قد ثبت على الزمن واستقر على الأيام، وأنهم اليوم وهم يفخرون بماضيهم إنما يعدون العدة لمستقبلهم. انها لإطلالة تنشرح لها الصدور وتقر بها العيون وتطيب لها النفوس ان نرى هذه الورود اليانعة البيضاء وهم يسيرون امامنا واثقين مطمئنين، تتجاوب فرحتهم باحتفالهم بفرحتنا بهم، فعمت قلوبنا غبطة حتى تكاد تنطلقوا لتصحبهم في عرضهم العسكري. امضوا يا خيرة شباب مصر، ثبتوا قواعد الامن وزلزلوا جنبات الباطل، اسعدوا ابناء وطنكم الغالي بنعمة الامن، احرموا المجرم من حفاض ثمرات جرمه، اجعلوا بفضل من الله مصر آمنة، ورحبوا بضيوفها قائلين ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ها هم خيرة الشباب يمضون مطمئنين واعلام بلادهم تخفق فوق رؤوسهم على وقع نبضات قلوبهم، ونظراتهم تخترق حجب المستقبل، مؤمنين بانهم اصبحوا ركيزة لامن بلادهم، وان كل خطوة من خطواتهم تقربهم من تحقيق اهداف امتهم، يحدوهم الامل وتدفعهم العزيمة ويقويهم ايمانهم بربهم
وبأوطانهم. السادة أولياء أمور الخريجين، يستعد أبنائكم الخريجون الآن لأداء مجموعة من التشكيلات العسكرية، وهم يرددون نشيد الشرطة يا شعبنا العظيم الذي طالما رددوه وعملوا به خلال سنوات دراستهم بالكلية. ها هي رسل الامن، فلذات اكباد هذا الوطن، وقد صاغت باجسادها ما ائتلفت عليه قلوبها. شرطة الشعب، رجال من ابنائه عزموا على سلامة امنه. مصر وطن ينبض في قلوبنا ودم يجري في عروقنا. أم الدنيا حقيقة سجلها التاريخ وترجمها الواقع بكل عزة وشرف. السادة الحضور الكرام، وتشاهدون الآن في منتصف ساحة الاحتفال طلبة كلية الشرطة قلبا بقلب ويدا بيد مع طلبة الكلية الحربية، يشكلون سهما مسددا من شباب الوطن في قلب أعداء الوطن. تحيا مصر، أرض الشهامة والكرم، أرض النيل والهرم. ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة. اول الخريجين يسلم علم كلية الشرطة الى اقدم طلبتها ايذانا بتسليم قيادة الكلية اليه.
وعهد الله. وعهد الله ان احافظ على تقاليد كليتي. ان احافظ على تقاليد كليتي. وان احترم قواعدها. وان احترم قواعدها. وان اكون وفيا لها. وان اكون وفيا لها. وان امثلها تمثيلا صادقا. ان امثلها تمثيلا صادقا. في الداخل والخارج. في الداخل والخارج. شعار كلية الشرطة. العلم. علم يحقق الآمال. الخلق. خلق تتوارثه الأجيال. الواجب. واجب في أعناق الرجال. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة الرابعة إيذانا ببدء قيادة جديدة. يمين الولاء. صدق السيد وزير الداخلية على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدق سيادته على منح خريجي وخريجاتي قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم اول تحت الاختبار بهيئة الشرطة اعتبارا من 19/7/2016. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء هشام يحيى ناصر كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. مع تقليد الأنواط لأوائل الخريجين. تقديرا من السيد الرئيس لجهد ومثابرتي من جعل من النجاح والنبوغ مرتجاه وسبيله، ومن التميز والتفرد منهاجه ودليله،
فقد تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية وهم اولا كلية الشرطة. الاول ملازم تحت الاختبار معاذ عادل علي السعداوي. وقف الخلق ينظرون جميعا. الثاني ملازم تحت الاختبار احمد عاطف عبد الحميد مهران. الثالث ملازم تحت الاختبار ابراهيم محمد السيد ابو كيلة. الرابع ملازم تحت الاختبار محمد عبد العزيز جاب الله محمد. الخامس ملازم تحت الاختبار محمود زايد عبد الله مصطفى. اول الوافدين ملازم موسى خليل سليمان البدن من دولة فلسطين. اولى خريجات قسم الضباط المتخصصين الملازم اول علوم كيمياء تحت الاختبار يارا محمد عبد الوكيل هجرس. اول خريجي قسم الضباط المتخصصين الملازم اول طب اسنان تحت الاختبار احمد مجاهد عمارة مجاهد. ثانيا كلية الدراسات العليا رائد عمرو ابراهيم عبود ابو عامر مصلحة امن المواني الاول على الدبلومات بكلية الدراسات العليا. نقيب فراس عبد القادر سعد الكليب دولة فلسطين اول الضباط الوافدين بكلية الدراسات العليا. ثالثا مركز بحوث الشرطة ملازم كي جونجو أليف إدارة مكافحة الإرهاب بدولة أوغندا. رائد أمادو كوندي وحدة التدخل لمكافحة الإرهاب بدولة غينيا كوناكري. رائد فيتالي كوديار الحراسات الخاصة بدولة أوكرانيا.
الحفل الكريم مع كلمة السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بنصره وبالمؤمنين، صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه ليوم عظيم من أيامنا، وإنها لمشاعر تفيض بالوفاء والعرفان لتشريفكم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من أبنائكم من خيرة شباب مصر، شباب يبشر بأفضل بغد أفضل وأمن أوفر، ولاؤهم لقيم التضحية والفداء شعارهم، أداء واجبهم في خدمة الشعب وأمنه وحماية مسيرة التنمية المستدامة ودعم أهدافها. إن ما شاهدناه اليوم هو رسالة تؤكد على قدرة المنظومة الأمنية على ضبط إيقاع الحياة المجتمعية من خلال إعداد العنصر البشري علميا وعمليا بشكل يسبق تطورات الأنشطة الإجرامية، ويهدف إلى اكتساب القدرة على استخدام أحدث الوسائل العصرية للوفاء برسالة الأمن بكل كفاءة. لقد حرص جهاز الشرطة على الالتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمني في صيغته الحديثة من خلال دفع وتطوير جهوده والارتقاء بمستويات أدائه، بما يمكنه من المواجهة الجادة والشاملة لمختلف أشكال الجريمة والتصدي بكل حزم لكافة مظاهر الخروج على القانون والإسهام في توفير مناخ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي اللازم لإنجاح جهود الدولة في خلق مجالات الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. إن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تؤتي ثمارها أو تحقق الأهداف المنشودة منها دون أن يتوافر للمجتمع مناخ مستقر وآمن يساهم رجال الشرطة البواسل في إرساء دعائمه، فلا اقتصاد دون أمن واستقرار. ولعل النظرة الموضوعية لحجم ومعدلات الجريمة في مصر الآن تؤكد على معاني الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد في الوقت الراهن، الأمر الذي أصبح موضع تقدير لجهاز الأمن المصري على مختلف الدوائر والأصعدة العربية والإقليمية والدولية. لقد انطلق جهاز الشرطة على اختلاف مواقعه وتنوع مهامه في عملية مراجعة وتحديث كبرى استفادة من دروس الماضي وخبراته، فضلا عن تطوير السياسات والاستراتيجيات وتحديث آليات التواجد في الشارع المصري. واستندت تلك العملية على المعطيات والتقنيات التكنولوجية الحديثة للنهوض بكفاءة العنصر البشري القادر على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات، واهتمت بتفعيل آليات التعاون الأمني مع الدول الكبرى الصديقة، كان أحدثها توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ أيام. إن هذه النجاحات
ما هي إلا خطوات تؤسس الاستراتيجية الأمنية وطنية شاملة حرصنا فيها على إعادة صياغة منظومة العمل الأمني لتقوم على أسس جادة وراسخة، وعلى رأس أولويات هذه الاستراتيجية تحقيق المعادلة المتوازنة بين منظومة إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، وترسيخ مفاهيم دولة القانون من جهة، والحفاظ على كرامة وأمن المواطنين، وتحقيق ضمانات حقوق الإنسان وحريته من جهة أخرى. كما ارتكزت أسس تلك الاستراتيجية على تدعيم القيم الإنسانية والأخلاقية والانضباطية، وتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب في إطار من التنسيق التام والتكامل غير المسبوق مع رجال قواتنا المسلحة البواسل في نطاق يغطي كافة أرجاء الوطن، مع التركيز على المناطق التي تطل منها بقايا الإرهاب، وهي استراتيجية تعتمد على انتزاع المبادرة والضربات الاستباقية، وعلى توفير رصيد متجدد من المعلومات وجهود حثيثة في المتابعة والملاحقة لكل من تورط في عمل إرهابي. سيادة الرئيس، إننا إذ نؤكد لشعبنا أن الشرطة ستظل حريصة على تحقيق رسالتها مهما كلفتها من تضحيات، وهي واعية بظروف المرحلة الراهنة، وتعمل بكل جد وإخلاص على توفير المناخ الملائم لانطلاق مصر نحو تحقيق أهدافها في النمو والازدهار. كما نجدد العهد لسيادتكم، عهد ولاء وإخلاص ووفاء ماضون معكم ومن خلفكم في مسيرة العمل والكفاح لتحقيق أمال الشعب المصري في مصر جديدة، وتطلعاتكم إلى غد أفضل. وأقول لأبناء الخريجين إن الأمن هو رسالة النبلاء، وأن جهاز الشرطة هو أداة إنفاذ القانون، يسهر على الدفاع عن المجتمع ضد كل من تسول له نفسه العبث بمكتسباته وحقوق أفراده. وأنتم الآن على أعتاب المشاركة في تعزيز مسيرة الاستقرار والنماء في ربوع مصر، فاجعلوا من أنفسكم ملاذا لكل قاصد، واستمدوا قوتكم من قوة الحق والعدل، وعزكم من عزة الوطن، وكرامتكم من كرامة مواطنيه، وشرفكم في التضحية من أجل شعبه العظيم. وأود أن أوجه التحية إلى عائلاتكم التي سهرت على رعايتكم وحرصت على انضمامكم إلى هيئة الشرطة في خدمة الشعب والوطن، فكونوا لهم فخرا، وارفعوا رؤوسهم ببطولاتكم وإنجازاتكم. الجمع الكريم، يسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة التي تسطر بتعاونها مع وزارة الداخلية ملحمة من العطاء الوطني الخالص، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة. درع الوطن وسيفه، التي قدمت ولا زالت كل غال ونفيس، وسطرت بحروف من نور في سجل هذا الوطن أعظم البطولات وأغلى التضحيات. تحية لشهداء الشرطة والقوات المسلحة الأبرار الذين نذروا أرواحهم من أجل مصر، وتفانوا في العطاء لوطنهم، ودافعوا وزادوا عنه بأنفسهم الغالية، فضربوا أروع الأمثلة للتضحية والفداء لتضاعف روح الإصرار والعزيمة على اكتساس جذور الإرهاب دفاعا عن وطننا وشعبنا العظيم. وإن كانوا قد رحلوا عنا بأجسادهم، فإنهم سيبقون لوطنهم فخرا، كما لن ننسى أبنائهم وعائلاتهم، وسيظلون أخوة لنا وأبناء.
يحظون بكل التقدير والرعاية والاهتمام. وتحية تقدير لأبنائنا مصابي الواجب، وأقول لهم إننا نقدر تضحياتكم ولن نتوانى في رعايتكم بما يليق بكم. كما أوجه التحية لكل رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل ممن يقفون الآن في كل بقعة من بقاع مصر الغالية حماية لأبنائها ودفاعا عن مقدراتها وتحقيقا لأمال شعبها مهما كلفهم ذلك من تضحيات. سيادة الرئيس، وفي ختام كلمتي أود باسمي وباسم كل ضابط وفرد وجندي في هيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان على تشريفكم لهذا الاحتفال، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم في حمل الأمانة ويسدد خطاكم نحو قيادة مصر إلى عصر جديد من النمو والازدهار والأمن والاستقرار. إنه نعم المولى ونعم المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مثالا للالتزام والتفاني في العمل، وهب نفسه لأمن وتراب وطنه. وعندما حانت لحظة الاختبار الكبرى هب البطل المصري ليلبي نداء الوطن. يتفضل البطل الجسور الرائد محمود محمد عصام الكومي، الذي أصيب في ساحة الشرف والنضال بأرض سيناء الغالية لإلقاء كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إنه لمن دواعي فخري وسعادتي أن أشرف بحضور حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة الذين يمثلون الشباب المصري الواعد حراس أمن الوطن. وقد ازداد هذا اليوم تشريفا وتعظيما بوجود سيادتكم يا فخامة الرئيس. السادة الحضور، لقد أقسمت بالله عند تخرجي أن أرعى سلامة الوطن وأن أؤدي واجبي بالذمة والصدق، وها أنا أقف أمام سيادتكم اليوم بارا بقسمي متسلحا بالعزيمة والإيمان، لكي أؤكد أن رجال أمن مصر يدركون بجلاء المخاطر التي تحدق بالوطن، وأنهم لا يتوانون عن الإسهام الجاد من أجل صون أمن مصر القومي وحماية أمن وسكينة وقيم المجتمع ونظامه العام. ولا يفطر لهم عزيمة أو تحول ما يتعرضون له من المخاطر أو الإصابات عن الاستمرار في مسيرتهم للزود عن الوطن. مهما كانت التضحيات فهي تتضاءل أمام أمن مصر ورفعة شأنها. ولقد جئت اليوم بعد أن فقدت البصر بإحدى عيني وهمي أن ترى مصر النور، واقفا بصمود على قدمين صناعيتين، داعيا الله أن يكون ذلك فداء حتى يقف وطني شامخا معززا. وأنا على استعداد للتضحية بالروح والنفس
تحقيقا لغاية الشرطة السامية. السيد الرئيس، وإذ أنتهز هذه المناسبة التاريخية التي جاد علي بها الزمان بأن أمثل أمام سيادتكم، وقد كانت أمنية غالية من أمنيات حياتي، لأقسم لكم يا فخامة الرئيس بأن جميع ضباط الشرطة على قلب رجل واحد خلف قيادة الوزارة، السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وماضون في تضحياتنا بالغالي والنفيس، ومصرون على انتزاع شأفة الإرهاب وقهر كل من تسول له نفسه النيل من شعب مصر العظيم أو ترابها المقدس. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أعطي لكل ذي حق حقه، وأن أتقدم بأسمى عبارات الامتنان والتقدير لوزارة الداخلية برموزها، وللدولة المصرية بقيادتها الرشيدة لما قدموه لي ولزملائي من مصابي الشرطة من أجل استكمال رحلات العلاج وتذليل كافة العقبات، بما يكفل لنا سرعة الشفاء والعودة لمحاربة قوى الشر والبغي حتى آخر قطرة من دمائنا. كما أهنئ زملائي الخريجين الجدد متمنيا لهم التوفيق وسداد الخطى في مسيرتهم الأمنية. حمى الله مصر وجعلها واحة للأمن والأمان والاستقرار في ظل حكمة وجسارة قائد المسيرة الوطنية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الأعزاء، تحية لشهداء الشرطة الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية كي يظل كل مصري آمنا على نفسه وعرضه، وإلى الشموس الطاهرة البريئة التي أشرقت في سماوات العمر من شبابنا وبناتنا أبناء وزارة الداخلية ممن استشهد والديهم، نقدم لهم التحية محملة بعبير الحب وجزيل التقدير، ونستمع إلى نجلي العقيد شهيد محمد البرعي الطفل محمود، وكريمة العقيد شهيد عصام عبد الجواد الطفلة ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قالوا لي عاوزينك يا محمود تقول كلمة في حفل كلية الشرطة، انا انبسطت جدا جدا، بس قلت لهم لو سمحتوا ينفع اقول باللي انا حاسس بيه؟ قالوا لي قول اللي انت عايزه يا محمود، وانا دلوقتي اقول اللي في قلبي بجد. انا صحيح زعلان عشان بابا مش عايش معايا دلوقتي، بس اخوات بابا في وزارة الداخلية مش سايبيننا ومعانا في كل وقت، وانا فخور ان انا ابن البطل الشهيد محمد البرع الشامي. وهو حي عن ربنا ما ماتش زي ما وعد ربنا سبحانه وتعالى وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين كتروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. واتمنى اكبر وادخل كليه الشرطه
وابقى زي بابا بالظبط واعمل زي ما هو عمل لمصر واولادها. وانا مبسوط قوي قوي النهارده عشان شايف كليه الشرطه بتخرج الضباط دي كلها عشان يحموا مصر ويكملوا مسيره والدي ويحافظوا على بلدنا. اللي بتشرف انا وكل ابناء الشهداء الشجعان من الشرطه او الجيش ان احنا نكون من البلد دي، واحنا مش خايفين ابدا ابدا على مصر ولا على اهلها طول ما المصريين ايدهم في ايد بعض، مش كده يا ملك؟ طبعا يا محمود. طبعا يا محمود، ان مصر دي بلد عظيمة جدا جدا وهتفضل طول عمرها قوية زي ما هي، حيث ذكرها ربنا في القرآن الكريم وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. واحنا مطمنين ومش خايفين على نفسنا ولا على مصر عشان المشروعات الكبيرة والعظيمة اللي بتتعمل فيها دلوقتي، وكمان طول ما فيها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة وحبيب. وحبيبي المصريين كلهم بابا عبد الفتاح السيسي. يلا يا محمود قول معايا بصوت عالي، مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. يقدم ملك ومحمود للسيد الرئيس اغلى هدية، كتاب الله المجيد والنور المبين. نسأل الله العلي العظيم ان يحفظكم به يا سيادة الرئيس. جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. الشرطة تستعد للانصراف من ارض الارض، نشمل